ايه التشكيل الامثل لنادي الزمالك؟ عشان انا دي تهت شويه، يعني ايه التشكيل دلوقتي اللي في دماغ وسط جوميز؟ المعطيات اللي موجوده، في نهائي السوبر نادي البركان اي وسط هناك. المعطيات. ما كان اعرفش في لعيبه مش متأيده انا ما اعرفش مصطفى شلبي هيلحق وفي ولا لا، ما اعرفش مصطفى شلبي. بس لو مصطفى شلبي موجود مثلا، هنقول بدايه كده لا خلاف ان عواد هو في نهائي الحارس، الكونفدراليه محمد عواد، عمر جابر ناحيه اليمين. ده لو ماتش هناك غير ماتش هنا، خد بالك، لو ماتش هناك غير ماتش هنا. ماشي. فلو بنتكلم هناك ايوه مرات الذهاب، هنتكلم عواد، هنتكلم على مسلوسي وحسام عبد المجيد، هنتكلم على عمر جابر، هنتكلم على فتوح. خلاص لا خلاف على الخمسه دول. هنيجي في نص الملعب، من وجهه نظري ممكن يبتدي بزياد كمال ويبتدي ب نبيل عماد دونجا كاتنين ديفندرز. خلاص يبقى خمسه اتنين، يبقى كده خمسه حارس المرمى اتنين، فاضل اربعه. الاربعه اللي قدام هيكون زيزو ناحيه اليمين، وهيكون قدامه ممكن يبتدي بسامسون اكيونولا زي ما لعب ماتش دريمز هناك. ممكن ناحيه الشمال بقى يبتدي لو مصطفى شلبي موجود يبتدي بيه، لو ابراهيم انداي، لو مصطفى شلبي مش موجود يبتدي بابراهيم انداي، في ظل يعني عبد الله السعيد ممكن يبقى له دور ك ك ك كواحد قدام الاثنين زياد كمال وبتاع، ويخلي مثلا سامسون اكينونا ناحيه الشمال، ويبقى الراس حربه اللي موجود سيف الجزيري. لكن لو مباراه العوده بقى دي قصه تانية، لازم يبتدي باحمد حمدي هنا، ويعني بيبقى في على حسب نتيجه المباراه الاولى بتعطي بتبقى في معطيات مختلفه على ارضك ووسط جماهيرك.